أكدت وزارة الموارد المائية العراقية وجود تنسيق دبلوماسي مع إيران وتركيا وسوريا لضمان حصة العراق المائية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزير مهدي رشيد الحمداني عقد اجتماعا مهما مع نظيره السوري عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لبحث إيرادات المياه وأضرار ندرتها بسبب الظروف المناخية. وأضاف أن العراق ينسق مع سوريا بشأن التخزين الاستراتيجي في السدود وتوزيع عائدات المياه بشكل عادل وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.